الخرج المباغت من محكمة طاس ضد اتحاد العاصمة هو كما كان متوقعا الهدف وراء التأخير، ولن تصدق كيف استطاع اللقجة إقناعهم ويستفز وليد صادي والوفد الجزائري وتحرك عاجل لوقف المهزلة، بداية بعد أن أطلت محكمة طاس بخرجة مستفزة وواضح أهدافها. وأصلا بعد هذه الخرجة لن يعود لفوز الاتحاد العاصمة بالقضية أي أهمية، لأن رفض محكمة طاس طلب الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وطلب الاتحاد بخصوص النهائي الذي أقرته الكاف المتواطئة مع لقجع يوم الأحد. ومع تأخر طاس في إعلان الحكم النهائي ويبدو أن الأمر سيطول لأيام أخرى، يعني أن النهائي سيلعب رسميا بين نهضة بركان ونادي الزمالك ولن يتم تأجيله. بهذا الرفض الرسمي من طاس لتأجيل النهائي ويعتبر قرار ظالم ولصالح المغرب، فحتى لو أصدرت في الأيام المقبلة طاس حكم بإدانة نهضة بركان ومعاقبتهم حينها لن تكون لها أي فائدة، لأن النهائي حينها يكون لعب وانتهى الأمر، وتصبح حينها أي عقوبات مقتصرة لدى نهضة بركان على العقوبات المالية فقط لمحاولة خداع وجعل الجزائر ترضى أو تسكت بخطط خبيثة من لقجع الذي كما كان متوقعا أنه يستغل علاقات ملكه بسبب تطبيعه السابق حسب المراقبين والنفوذ المكتسب واستغلال مواقف الجزائر الحالية في مجلس الأمن مع استعطافه لجهاز دولي ليقف معه ولا يقصوا نهضة بركان. فهذا سيناريو حذرت منه الجزائر وأكلت العديد من الخبراء، خاصة وأن اللقجع اكتسب نفوذا وكولة كبيرة منذ أن طبع محمد السادس الأخير، حاول الاستفزاز الآن بكون قضية نهائي شبه محسومة لنهضة بركان، ويقينه التام أن الوفد الجزائري وصادي وكل ضغط والقضية رغم وضوحها حاليا لن يضره الأمر مستقبلا حتى لو عاقبته الفيفا شكليا، ولهذا استفزهم بما أن هدفه الأول حاليا هو تأخر إصدار الحكم ورفض تغيير موعد المباراة النهائية. لهذا فطاس تكون قد غادرت الجزائر ومراقبون أكدوا أن على الجزائر الاعتراض ومقاطعتها، لأنه من غير المعقول أن تتأخر المحكمة في إصدار الحكم كل هذا الوقت، بل والأكثر من ذلك ترفض تأجيل النهائي رغم تأكيد طاس أنها تدرس القضية بين نهضة بركان والاتحاد وتلميحاتها المباشرة لكون الحق مع الاتحاد، ومع ذلك لا تتخذ أي إجراء استعجالي. فرفض محكمة التحكيم الرياضي بلوزان أطلس تجميد نهائي يعني غدرا واضحا ضد الجزائر وغضب شديد من الجماهير والاتحادية سارعت للاستنكار وتطالب بمراجعة القرار سريعا، فالجزائر لن تخضع مهما حدث وترفض كل الضغوطات ولا تساوي في مبادئها وستلغي أي اتفاقيات، خاصة وأن النهائي اللعب لن يكون لأي حكم فائدة والاتحاد يضيع حقه، مع العلم أن الجزائر سرعان ما ذكر طاس أن طلب الاتحاد حامل لقب الطبعة الأخيرة يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 37 من قانون طاس، إلا أن رئيسة المحكمة رفضت طلب التجميد. وتنص المادة 37 من قانون طاس صراحة على أن طلب تجميد منافسة يرتكز على مدى تقدير رئيسة المحكمة للضرر الجسيم الذي قد يتعرض له صاحب الطلب، ومدى سلامة مبرراته المدعى في شكوى ومصلحته من وراء طلب التجميد مقارنة بالمنافس. ورغم استيفاء اتحاد الجزائر لشرط طلب تجميد، إلا أن رئيسة محكمة لوزان رفضت رسميا طلب اتحاد العاصمة وتجرى المباراة. الجزائر ترفض التنسيق مع الإمارات ولا الدعم الواضح أهدافه من بن زايد من ورائها، وهكذا فجأة أسد الدبلوماسية الجزائرية بن جامع الوفود الإماراتية وملاحقتهم، والسعودية تدخل الخط مجددا وأزمة حادة تعصف بمخطط كبير. بداية الجزائر تتمسك بمبادئها وتتجاهل كليا الإمارات ومسؤوليها الذين حاولوا التملق والظهور الجديد وإبداء دعم الجزائر ودعم مواقفها لإعادة التنسيق والعلاقات نوعا ما بدعم مقترحاتها ومبادراتها داخل مجلس الأمن مع الدخول في صفها بما أنها تمثل العرب هناك، إلا أن الجزائر ترفض الالتفات لمحاولات تملق الإماراتية، وهذا حسب المراقبين لأنها فقدت الثقة كليا في بن زايد وكل مسؤولي الإماراتيين، وتريد الجزائر ألا تضع يدها مرة أخرى في يد الإمارات إلى أن تغير الإمارات كليا سياستها ضد الجزائر وتتوب كليا عن أفعالها وتقدم تعهدات وخطوات عملية إذا أرادت التهدئة من الإمارات. فالإمارات حاليا تريد التهدئة ورفضت الرد على تهديدات واتهامات الرئيس بول لهم، مختارة التهدئة ومحاولة التعامل بحذر مع الجزائر وعدم اعتراض أي مقترحاتها ولا مبادراتها، خاصة مع إجماع عالمي وحتى الدول العربية حول مواقف ومبادرة الجزائر. فكل هذا الصمت من الإمارات وتحملهم للضربة والصفعة من الرئيس بون لم تشفع لهم أمام أي محاولات للتنسيق مع الجزائر، وممنوع على وفودهم التقرب من الجزائر بتجاهل خاص، وأن الجزائر من المستحيل أن تنسق مع الإمارات في ملف الأحداث في القطاع بما أن عنصر الثقة مفقود تماما بين البلدين.
حاليا مع رضا عمار بن جامع ممثل الجزائر في مجلس الأمن، الذي بات رمزا ومثالا يحتذى به مع جهوده الجبارة ومواقفه القوية. يردع الإمارات ويتعلم بن زايد أنه لا يقدر على استفزاز الجزائر مرة أخرى، وهو الذي بات محاصرا من عدة جبهات، سواء مع الجزائر منذ أن انتفض في وجههما الرئيس بون، إلى السعودية التي صفعت بن زايد ورفعت شكوى عليه، والآن العلاقات تتأزم أكثر بينهما، بعد أن كسرت هي الأخرى حاجز الصمت ومصممة على إعادة الإمارات لحجمها الحقيقي بعد أن تغول بن زايد وراح يتأمر ويتفرعن ويدوس على سيادة عدة دول، إلى الضربة الموجعة الموجهة له من طرف السودان التي رفعت أيضا شكوى على الإمارات في مجلس الأمن وتتهمه بتخريب السودان وتريد مقاضته وتكشف كل ما فعله من تخريب وتواطؤ مع حميتي، فهي التي طردته أيضا وطردت كل الوفود الإماراتية من السودان محرجة إياها أمام المجتمع الدولي. ابتسام حملاوي في موقف حرج جدا ونهاية حتمية أخيرا، والسفيرة الأمريكية تتراجع وتوقفها عن الاستفزاز الأخير، فماذا فعلت وإشالتها بالرئيس عبد المجيد تبون مع سير التحول والتراجع عن معاقبة جمعية البركة الجزائرية؟ بداية وبعد الضجة الأخيرة التي تسببت بها ابتسام حملاوي بتلك التصريحات التي كانت قالت فيها أن الجزائر لن تتعامل مجددا مع سماسرة الحرب المرتزقة قاصدة حينها جمعية البركة بكل وضوح، التي هي أنظف وأطهر من الأوصاف والتهم التي حاولت إلصاقها ابتسام حملاوي بها. وكانت تصريحات ابتسام حملاوي المخيبة والصادمة والعجيبة أوضحت حقد الأخيرة على جمعية البركة، مثبتة أصلا أنها ليست كفءا لقيادة منصب هام كرئاسة الهلال الأحمر الجزائري، حاليا سفيرة الأمريكية، وبعد أن أشارت لكون أمريكا حينها ستحقق في نشاط جمعية البركة الجزائرية لتتبع تصريحات ابتسام حملاوي، ما يعني أيضا استفزاز وصريح للجزائر، لأن ذلك التحقيق كان يشكك في الجزائر بسبب تصريحات حملاوي التي أودعت شكوك لدى أطراف دولية أن الجزائر تتعامل مع سماسرة الحرب المرتزقة. ويبدو أن القضية تم طيها نهائيا، وجمعية البركة اتضح نزاهتها وأنها جمعية ذات ثقة عالية وكفاءة وليست كما تقول ابتسام حملاوي، فكل نشاطاتها واضحة تقتصر على الإغاثة وكل المساعدات الإنسانية وليست لمصالح ضيقة كما دعت المدعوة ابتسام حملاوي. فمراقبون طلبوا السلطات بمعاقبة ابتسام حملاوي، خاصة وأن تصريحاتها دفعت أمريكا لفتح ذلك التحقيق، والعتب كله ليس على السفيرة الأمريكية بل على من دفعت السفيرة وأمريكا لفتح ذلك التحقيق بطريقة ساذجة. ابتسام حملاوي قالت تلك الكلمات شوهت الجزائر بدون أدنى مسؤولية، وتلميحها كان واضحا على جمعية البركة، فتلك التهم التي وجهتها لجمعية البركة وجدتها تنقلب على الجزائر، وكان يمكن أن تهز صورة الجزائر دوليا، بما أن الجزائر تدعم جمعية البركة بكل قوة وكل نشاطاتها واضحة لإخلاص المواطنين وليس لأي شيء آخر ادعته ابتسام حملاوي. تصريحها يعد أغبى تصريح في تاريخ الجزائر وأسوأ، كاد يؤدي بنتائج عكسية وخيمة، خاصة في ظل الجهود الجبارة التي تقودها الجزائر في المجلس الأمن.